عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة متنوعة. بموضوع اليوم باش نحكيو فيه على تصريحات الاختيار اللي قدمها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، حيث قال أنه فما أطراف مفضوحة تعمل لاستثمار الأعمال الإرهابية لغايات سياسية. ربي يستر، وهذا نعرفوه، لكن ربي يستر هذا شنو نجم نقوله. حيث استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة بقصر كارتاج ممثلين عن عائلات شهداء وجرحى ملحمة بن جردين التي جرت أحداثها يوم 7 مارس 2016، وهم بسمة أجويلي أرملة الشهيد محمد الطيب أحد المواطنين الذين كانوا ضحايا الملحمة، ورئيس جمعية أسر شهداء ملحمة 7 مارس بن جردين مبروك الموفق والد سارة الموفق أصغر شهيد في الملحمة، الله يرحمهم وينعمهم يا ربي، ومصباح خلف الله أحد الجرحى المدنيين. وتم خلال هذا اللقاء استحضار العمل البطولي الذي قدمه أهالي مدينة بن جردين واستبسالهم على رجال الأمن والجيش في مواجهة الإرهابيين خلال هذه الملحمة التي ستظل ذكرى خالدة في تاريخ تونس ودرسا لمن ظنوا عبثا أنهم قادرون على غزو تونس انطلاقا من بن جردين. والله نذكروها قول عليها اليوم، الله لا يعودها يا رب ويعطيهم ألف 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 صحة. كما أشار رئيس الجمهورية إلى وجود من يعمل على تنفيذ عملية إرهابية متوجها بالقول له فليتعلم منذ الآن أنه مفضوح. يعطيك الصحة، فليعلم أن الشعب التونسي يتصدى لهؤلاء كما تصدى لهم أهالي بن جردين، وشعبنا وجيشنا وقوتنا الأمنية واحدة. الحمد لله على كل حاجة، وربي يحمي لنا تونس وربي يحمينا الكل كشعب واحد، لأن بالمنجد احنا شعب واحد. ربي يقدر الخير علينا وربي ينصرنا في كل الأشياء. ما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقولكم توا باي باي وإلى اللقاء.